طب خلونا بعد إذن حضراتكم أيضا ناخد معانا على التليفون دكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور. إزاي الصحة؟ مستدفين. كله تمام؟ أهلا. الحمد لله. أخبار حياة كريمة إيه؟ المشروع العظيم ده يا فندم. هو فعلا طبعا المشروع العظيم، وخليني انا يمكن كان ليا حظ اني اسمع جزء من مداخله حضرتك مع استاذنا السفير جمال بيومي. برنامج حياه كريمه الحقيقه هو ملمح من ملامح فكره العداله الاجتماعيه والعداله الجغرافيه اللي اشار اليها السيد السفير. احنا طول الوقت في العهود السابقه كنا بنتكلم على ان ثمار التنميه بتتساقط على فئه محدده في المجتمع المصري. استثمارات الدولة بتتوجه عادة إلى العاصمة وما حولها أو المدن الكبيرة، القطاع الحضري. لكن حياة كريمة هي توجه جديد تماما، بيتكلم على إن الدولة بتركز استثماراتها أو الجزء الأكبر من استثماراتها في الريف، القطاع الأقل حظا، الأكثر حرمانا، اللي عانى في السابق من التهميش ومن نقص الخدمات. فحياة كريمة هي برنامج عظيم، هي مشروع قرن حقيقي في مصر. المرحلة الحالية لحياة كريمة بتستهدف 1477 قرية في 20 محافظة بيمثلوا 52 مركز إداري باستثمارات تزيد عن 300 مليار جنيه. احنا في الأسابيع أو الشهور الأخيرة لنهو هذه المرحلة، بيتنفذ في إطارها أكثر من 23 ألف مشروع على التوازي. معظم هذه المشروعات أو كثير من هذه المشروعات انتهى بالفعل، عدد كبير منها إن شاء الله في طور الانتهاء. إن شاء الله خلال شهور قليلة نكون انتهينا تماما من المرحلة الأولى، وتكون ال 1477 قرية اللي هم بيعيش فيهم 18 مليون مصري بيمثلوا ثلث سكان الريف المصري، يعني أصبحوا ريف مصري جديد كليا. نبدأ بعدها على طول في المرحلة الثانية إن شاء الله، ثم المرحلة الأخيرة أو الشريحة الأخيرة علشان نقول إن ريف مصر كله تم تطويره بما يليق بالجمهورية الجديدة وبما يليق بتجسيد فكرة العدالة الاجتماعية والعدالة الجغرافية في المجتمع المصري. طيب دكتور ولاء، حضرتك قلت جملتين من ذهب. أول جملة إن إحنا اعتدنا فيما اعتدنا عليه سابقا إنه استثمارات الدولة تذهب دائما إلى العاصمة والمدن الكبرى، ودي أول مرة نوجه الجانب الأكبر إلى الريف، أدي واحد. الجملة الثانية هي إنه 18% من سكان مصر بانتهاء المرحلة الأولى، 18 مليون مصري من السكان في المرحلة الأولى يصبحوا بيتمتعوا أو بيهنأوا بحياة كريمة. هنا هسأل سؤال بقى، كلمة هيتمتعوا ويهنأوا بحياة كريمة معناها إيه؟ معناها بس البنية الأساسية؟ معناها بس طرق جديدة، محاور جديدة، ولا إنه المفهوم أكثر اتساعا وبه عشرات أو مئات التفاصيل؟ دي نقطة مهمة جدا، وهي برضو متصلة بما قاله أستاذنا الأستاذ السفير جمال بيوم. يا فندم، إحنا دايما علشان تخلق بيئة ممكنة، بيئة جاذبة، سواء جاذبة للكفاءات أو جاذبة للاستثمار، أنت تحتاج أولا أن يكون عندك بنية أساسية قوية. اللي حاصل في الريف المصري أنه 88% من القرى كانت محرومة من الصرف الصحي، ما يقرب من 100% من القرى محرومة من الغاز الطبيعي. خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء رغم توفرها إلا أنها يعني بتقدم بجودة متدنية للغاية. هناك فجوة كبيرة جدا في الإمداد بالخدمات الصحية، لأن المرافق الصحية إما غير متوفرة أو غير مجهزة. نقص في الإمداد بالخدمات التعليمية، غياب لمؤسسات تقديم الخدمات الإجرائية، الخدمات اللي بيحتاجها المواطن وبيحتاجها يعني بتحتاجها مؤسسة الأعمال، وكان بيضطر علشان يحصل عليها يروح المدينة عاصمة المركز أو حتى المدينة عاصمة المحافظة. اللي بيحصل في حياة كريمة إنه بيتم إنشاء هذه المرافق، سواء مرافق البنية الأساسية أو مرافق الخدمات الاجتماعية، بشكل متوازي ومتكامل ومنسق وملتزم بمعايير تخطيطية طبعا، علشان نبقى عدينا العقبة الأكبر إن البنية الأساسية والمرافق بقت موجودة، وبالتالي أصبح لدي بيئة جاذبة وممكنة. طيب ده هيتبني عليه ايه؟ ده هيتبني عليه انه الريف المصري مش هيصبح طارد، هيصبح جاذب. طبعا. ان الاستثمارات اللي كانت على فكرة جزء كبير منها من رأس المال الوطني بيطلع من الريف، لكن لا ينفق في الريف. لما البنية الأساسية تصل إلى هذا المستوى، رأس المال ده هينفق في الريف، وهيتحول إلى مشروعات إنتاجية ومشروعات مدرة للدخل.
الدولة ما هياش، وأعتقد أن الجدل ده حسم، الدولة ليست المستثمر الرئيسي في المجال الاقتصادي، لكن الدولة هي الفاعل والمستثمر الرئيسي في مجال البنية الأساسية. أنا بوفر بيئة صالحة للمستثمر أنه هو يجي ويشتغل. فاللي بيحصل في الريف المصري طبعا هيكون ليه تبعاته، لكن إحنا بنتكلم على سنوات وعقود طويلة من الإهمال والحرمان والتهميش وغياب الخدمات. فلازم الخطوة الأولى أن نوفر هذه الخدمات، وبعد كده هيتبني عليها نهضة اقتصادية، هيتبني عليها تغيير وتحسين كبير في السياق الاجتماعي والسياق الثقافي والسياق الفكري لأهالينا في الريف المصري. يعني ده كلام نقدر نقول عليه شهادة من مسؤول كبير في الدولة، وهو المدير المسؤول عن الوحدة المركزية لهذه المبادرة، هو يرى الحقائق والأرقام. يعني طبعا كل حقيقة أن المبادرة، طبعا مبادرة السيد الرئيس في الأول هو صاحب الفكرة وهو صاحب الدعوة وهو اللي صك المصطلح حتى صحيح 2 يناير 2019 ولا أحد ينسى ذلك، وجهد دولة، المبادرة بيشرف عليها دولة رئيس الوزراء، كل جهات وهيئات الدولة المصرية وإداراتها المحلية بتعمل في هذه المبادرة. لكن أقدر أقول لحضرتك أنه طبعا من واقع القرب من الأرقام ومن واقع القرب من الاستثمارات، إن اللي بيحصل في الريف المصري لم يحدث على مر التاريخ أبدا تاريخيا. وحضرتك قارئ يعني ناهم، الله يخليك يا فندم، الله يخليك يا فندم، ربنا. أنه تاريخيا احنا من عهد محمد علي مثلا لما بدأ يهتم بالريف المصري كان اهتمامه حتى مرتكز على الزراعة باعتبارها ان دي المورد الاقتصادي، فيعني بنى الجسور، حفر الترع، لكن لم ينسحب هذا الاهتمام الى المرافق والخدمات اللي بيستفيد منها الريفيين. كان عندنا تجربة تانية في عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن بسبب ظروف الحرب وبسبب الضغوط اللي حصلت لم تكتمل. كان عندنا تجربة شروق في التسعينات، لكن برضو لأسباب كثيرة جدا لم تكتمل. لأول مرة يكون عندنا برنامج متكامل تقف وراء إرادة سياسية واضحة صلبة بيتم تنفيذه بتخطيط عالي المستوى ومستوى إشراف عالي جدا علشان يحقق مستهدفات. إحنا شايفين رايحين لفين، إحنا بنحط اللبنة الأولى وعارفين إيه اللي هيبنى على هذه اللبنة بعد كده. فمش كده بنقول اللي بيحصل في الريف المصري غير مسبوق، مش كده بنقول إنه هو مشروع القرن، مش من باب ترديد الشعارات، لكن استنادا إلى حقائق ووقائع وأرقام. صحيح، حتى أنه المؤسسات الدولية ودول كتير في العالم استخدمت نفس المصطلح أن ده أكبر مشروع تنمية اجتماعية في القرن. صحيح، يعني الحقيقة أنا حياة كريمة مثلا أدرج على منصة الأمم المتحدة كواحد من أهم البرامج التنموية اللي بتحقق أهداف التنمية المستدامة. مؤتمر المناخ اللي يعني بينهي أعماله اليوم شهد إطلاق مبادرة حياة كريمة، أو إطلاق ما يمكن أن نطلق عليه، يعني عملية ريبليكيشن أو إعادة تعميم لمبادرة حياة كريمة لدول القارة الأفريقية، والاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ مبادرة حياة كريمة علشان يحققوا نفس المستهدفات في بلدانهم. كل الجهات الدولية اللي بتشتغل في مصر بتعيد استراتيجياتها وبتعيد يعني تدخلاتها خلال الأعوام الأخيرة علشان تبني على اللي بيتعمل في حياة كريمة وتشتغل على منجزات ونتائج حياة كريمة. صحيح، أنا بشكرك جدا يا دكتور ولاء، نورتنا وشرفتنا. دكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية.